شغل، حرية، كرامة وطنون. عاقلون عاقلون. بل نحن المعطلون. عاقلون عاقلون. بل نحن المعطلون. بل نحن المعطلون. معطل عن العمل. معطل عن العمل. لا حياة لا أمل. نحن اليوم معتصمين عن براتيك مو عام بالضبط. بقينا كنا 132 واحد وبعتيلي بشوي بشوي ولينا 13 واحد. بقينا 13 واحد مرابطين، سبعة أولاد وستة بنات، سبعة بنات وستة أولاد. وفينا صي مع الحكومة كل شيء. اليوم نحن على أساس أن نستنوا في مفاوضات مع وزير ولا مع أي واحد كادر في الدولة في الحكومة. ما راعنا إلا أنهم جونا جماعة الأمن وقالوا لنا يلزمكم تحلوا المعتمدية وما نعرفش شنية. معناها تعبنا نحن كل يوم شكيكة. اليوم كتعبير على الغضب نتاعنا صي ما عادش فينا، سكرنا المعتمدية وقررنا أن اليوم صي تصعيد ما عادش فما حالين معتمدية. اللي يجينا وفد وزيري، طالبين نحن وفد وزيري باش يجي ويفاوض معنا. نحن ماناش طالبين حلول، نحن عندنا الحلول باش نعطاها للحكومة. إن مانيش معجزينها، عنا الحلول وجست طالبين إن الحكومة تسمعنا لا أكثر ولا أقل. صاي يستوفينا كل شيء، عام ما عادش فيها حد شيء، اعتصام وإلا اعتقال في السجون. صاي أكهو ما عادش فماش معناها تشغيل. تو في 2017 عنا رؤية 2018، مانيش طالبين الدولة. معناها صاي الدولة ما تخدم، تنجمش تخدمنا في 2017، عنا حلول 2018. المشكلة لينا نحن 13 واحد مازلنا في المعتمدية للمعطلين الكل، خاطر الحق حالة صي ما عادش فيها وتخنقنا أكهو. ألست من هذا الوطن؟ نضالنا حق لنا، نضالنا حق لنا. ونحن